أعلنت وزارة الصحة أن حملة 100 يوم صحة قدمت في يوم واحد 391 ,534 خدمة بكافة المحافظات وأوضحت الوزارة أن حملة الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية ودعت الوزارة جميع المواطنين للتوجه للمقرات تقديم خدمات الحمله واماكن تمركز العيادات المتنقله للاستفاده بخدماتها المتنوعه